قلبي دق 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 صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا نعيش ونقول اه للفرحة وللحزن نقول لا ونقول للخوف بعد عنا يا ريت ما تجيش سحر الدنيا يبان لما نشوف الألوان الاسود موجود علشان الباقي يبان الصورة بتحلى بتفاصيلها حاجات لو بس هنعملها نلقى الفرحة عايشة معانا في كل مكان لما نآمن بيها ولما نكون عارفين كنز حياتنا بيبقى الرحلة مرة بتقسى ومرة بتحلى من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين لما القلب يدق 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 دور فيك عالحاجة اللي تمليت قويك حارب أصل الاستسلام ما يلقش عليك خليك واثق إنك تقدر خلي الحلم في قلبك يكبر أي ظروف وحواجز الخوف هدها بإيديك لما القلب يدق يوم تستنى عيش أيامك كل دقيقة والأحلام خليها حقيقة هي حياتنا من غير فرحة هتبقى حياة لما